أبو سعد، كنا ستة جانب وقلنا يعني خطوة جديدة وما راح نحكم عليها إلا بعد نهاية الموسم. اليوم يصدر قرار من الاتحاد السعودي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 أجانب. كيف ترى هذه الخطوة؟ واحد مواليد، يعني نتكلم عن 8 لاعبين. أقول يعني ما نقول شر البلية وما يضحك، يعني صراحة لسبب إلى الآن إحنا غير قادرين على اختيار 6 لاعبين. إلى الآن الأندية ما هي قادرة على إشراك 6 لاعبين. لم نرى 6 لاعبين مقنعين من الأجانب في الأندية السنة هذه، ولا شاهدنا أي نادي الآن حتى الآن كابتن يعني يشرك 6 لاعبين أجانب في مباراة واحدة. هذا اللي نتكلم عنه. ما إحنا إلى الآن لم نرى نادي أقنعنا بأن اللاعبين 6 يستاهلون يلعبون، يستحقون أنهم يكونون لاعبين أساسيين. زين، يعني أنت على ديون الأندية زيادة زوجة. إحنا نغرق الأندية. الأندية الآن مديونة، وأنت بتجيب لاعب أجنبي وحتحطه على مقاعد البدلة. بس ما أنت مجبور أنت كنادي أنك تجيب 7 لاعبين أجانب. شوف فهد، تصدر قرار ولكن القرار الجماهير ما ترحم، والإعلام ما حيرحمك. ليش ما تجيب؟ دبر لك موارد. ما عندي فلوس. دبر لك موارد. ليش ترأس النادي؟ ليش أنت تجي؟ ما هو عليك في كل الأحوال. في هناك أندية عندها الإمكانية، ولكن الغالبية إحنا الحين في أندية يلا جابوا 4 ولا 5 لاعبين. كيف إحنا نزيد 6 والسابع مواليد؟ يعني أنا أدفع فلوس عشان يجي قائمة البدلة؟ من يقول هالكلام؟ مو بصحيح. مو بصحيح. إحنا الآن وين اللاعب السعودي حتى؟ طيب ليه ما نقول إن هذا القرار بسبب يعني نتكلم عن تحضير لمونديال روسيا، وبالتالي لاعبين المنتخب راح يكونون في معسكرات طويلة والدوري راح يكون شغال، وبالتالي الأندية ما تتأثر ويتم استقطاب لاعبين أجانب ويزيد لاعب من الأجنبي آخر لكي يكون في على الأقل تنافس بين الأندية، ما يكون في ضرر على أي نادي من الناحية الفنية لعيبة في المنتخب. يا فهد، من الناحية الفنية ما هو صحيح، لأن أغلب الأندية لا تعمل على أنه وضع لجان فنية في العملية الاختيار. وحتى لما تستقطب مدرب، احنا الان نستقطب لاعبين بعدين نستقطب المدربين. في جميع انحاء العالم المدرب يجي ويختار اللاعبين حسب احتياجه. وكل نادي، كل نادي رئيس نادي مع المدرب مع المدير الرياضي. زين، ولا هذا في المحترفين، رئيس نادي ومدير رياضي من اللاعبين القدماء اللي قدموا في النادي ولعبوا سنين طويله، ويجي المدرب. بعدين لما يجي يخلص يستقطبون المدرب، يكون فيه اجتماع مع رئيس النادي ومع المدير الرياضي في عملية